Yes, to kickstart today's program, we have a jam-packed show, but to really kick it off with the blessings of the holy recitation of the Qur'an, of course, Sayyid Jalal Ma'soumi will be joining us. Sayyid Jalal, assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, so Sayyid Jalal, inshallah we will hear from you, but I believe that you're reciting from Surah Ar-Rahman, verses 1 to 16. Yes, inshallah. Brilliant, so please, we look forward to hearing from you. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان
ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء تكذبان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد.